الرحمن الرحيم. شكرا زميلي سالم الحبسي، يتواصل في هذه الانطلاقة الرابعة ضمن الجولة الأولى في هذا الصباح وأشواطنا 13 المنطلقة هذا الصباح الخاصة بأبناء القبائل. نسير على بركة الله مع شوط الزمول المهجنات في هذه الانطلاقة. نتعرف على المقدمة، هنا شعار محمد بن علي المنصوري يتواجد مع هملول في هذه الانطلاقة وفي هذا الدفع التلقائي في أول اندفاع من مسافة 6 كيلومترات. المركز الثاني إشعال وسعيد بن غلام البلوشي يتواجد ثانيا. المركز الثالث الباز على ثالث المراكز، مبارك بن محمد بن زايد الخيارين في ثالث المراكز، هنا عتيق بن قريع المري في المتابعة وفي الانطلاق. المركز الرابع الشامخ، شعار محمد بن عبيد بن غنام المزروعي يتواجد في رابع المراكز. خامس المراكز مياس حمد بن منصور بن عفصان الخيلي على خامس المراكز. سادس المراكز هناك ينطلق بهذه اللحظة وبهذا الانطلاق المتميز غازي بخيت بن مبارك بن علي المنصوري. المركز السابع في هذه الانطلاقة أيضا شعار الخيارين من هناك بهذا الانطلاق بهذا التحدي الكبير وما يحمل من متعة في هذه الانطلاقة. المركز يحمل الرقم 30 لسيف بن محمد بن زايد الخيرين، أعتقد شعار الخيرين عند ناصر المكسور هنا على سابع المراكز. عموما ثامن المراكز هنا بهذه اللحظة غازي يتواجد في ثامن المراكز. في ثامن المراكز وزيرستان محفوظ بن خميس لينيبي على ثامن المراكز. تاسع المراكز يتواجد ممدوح بشعار صالح بن بخيت بن طاسة العامري، وعاشرا شديد محمد بن سعيد بن حمرور العامري. هذه الأسماء المتواجدة في هذه الانطلاقة في هذا التحدي. هناك أسماء ما بعد المراكز العشرة الأولى تسير بكل تخطيط من المضمرين لنيل والحصول على النقطة الذهبية في أول أشواط الزمول المهجنات. نسير في مقدمة الشوط، نسير ونعود إلى مقدمة الشوط. هناك مع من يسيطر، مع من ينطلق في هذه التحديات الكبيرة وهذا النقل الحي المباشر من عاصمة الدولة أبوظبي ومن عاصمة الميادين الوثبة في هذا التجمع الأخوي الكبير الذي يجمع بين أبناء دول مجلس التعاون الخليجي في هذه الرياضة العربية الأصيلة في هذا التحدي، في لقاء أخوي كبير يليق بدولة الإمارات ممثلة هنا في عاصمة الميادين. المقدمة هنا مع هملول سيطر في هذه الانطلاقة، يسير بشعار محمد بن علي المنصوري في هذه الانطلاقة المتميزة. المركز الثاني هنا من ينطلق إشعال سعيد بن غلام البلوشي، ولكن التغيير بن شعار بن غنام محمد بن عبيد بن غنام المزروعي يشارك ممثل في هذا الشوط، يمثل أهالي الغربية في هذا الشوط المتميز. المركز الثالث هنا غازي على ثالث المراكز، بخيت بن مبارك بن علي المنصوري في ثالث المراكز. المركز الرابع مياس حمد بن منصور بن عفصان الخيالي على خامس المراكز، وسادس المراكز يتواجد الباز أحد الأسماء الكبار مبارك بن محمد بن زايد الخيارين، سجل مليء بالذهب هذا القعود، سجل مليء بالإنجازات، كفة مليئة بالترشيحات. يشارك هنا مع عتيق بن قريع المري من ينطلق في هذه اللحظات على خامس المراكز. المركز السادس في هذه الانطلاقة أيضا شعار الخيارين غير مدون مع ناصر المكسور، أعتقد سيف بن محمد بن زايد الخيارين، سعيد بن محمد بن زايد الخيارين، ناصر المكسور يتواجد في المتابعة والتضمير. المركز السابع
هناك المركز السابع يتواجد شعار بن طاسة مع ممدوح صالح بن مخيط بن طاسة العامري، وثامن المراكز ينطلق للطام عتيق بن محمد بن زيتون المهيري، وتاسع المراكز في هذه اللحظة ينطلق وزيرستان محفوظ بن خميس لينيبي، وعاشرا في هذا التحدي مياس وعامر بن علي المري. هو نداءنا الثاني في هذه الانطلاقة في هذا التحدي الكبير في هذا الشوط الرئيسي للزمول المهجنات، وما يحمل من أسماء كبار. يحرص الجميع دائما على المشاركة في الأشواط الرئيسية. متابعة جميلة لهذه الشعارات الكبيرة، لهذه الشعارات في بداية هذا الموسم المبشر دائما بالخير في عاصمة الميادين في دولة الإمارات، في دول مجلس التعاون، وما تحمل من حب لهذه الرياضة في قلوبنا وفي قلوب أبنائنا. نسير إلى مقدمة الشوط. الكيلو ونصف الكيلو، الكيلو ونصف الكيلو، غازي يسيطر، غازي ينطلق مع هذه الانطلاقة المتميزة. هنا بخيت بن مبارك بن علي المنصوري في مقدمة الشوط. المركز الثاني يسير هملول على ثاني المراكز محمد بن علي المنصوري، وثالثا الشامخ بكل شموخ ينطلق بهذا الشعار الجميل وما يحمل من مفاجآت. محمد بن عبيد بن غنام المزروعي المركز الرابع. الباز، الباز، هذا الاسم الكبير وما يحمل من ذهب، ما يحمل من ذهب يا مالك غازي. أذكرك بالمركز الرابع، هنا في رابع المراكز الباز مبارك بن محمد بن زايد الخيارين عتيق بن قريع في المتابعة والتضمير. خامسا ينطلق مع هذه اللحظة ممدوح وصالح بن بخيت بن طاسة العامري. يا سلام، أعود إلى مقدمة الشوط، أعود إلى الصدارة، إلى غازي، غازي غازي غازي، غزا غازي على خط النهاية، غزا غازي وغزوك الجماعة، غزوك الجماعة يا بخيت يا بن مبارك يا المنصوري. وصلوك، وصلك المزروعي، وصلك بن غنام، وصلك الخيارين. يا سلام، وأشاهد شعار بن طاسة أيضا ينطلق مع انطلاقة ممدوح. يا سلام، رباعية جميلة لهذا الشوط، ولكن تسلل من العمق، انطلق من العمق ممدوح وصالح بن بخيت بن طاسة العامري، انطلق إلى الناموس، انطلق في هذه اللحظة ممدوح، أعلن 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 الفوز مع الأربعمائة متر الأخيرة هنا بشعار بن طاسة. صالح بن بخيت بن طاسة العامري يسير بكل ثقة، يسير بكل انطلاق متميز، يحمل النقطة الذهبية، يسير بهذه النقطة لعزبة صالح بن بخيت بن طاسة العامري. هنا ممدوح، ممدوح على الهواء مباشرة، ينقل السلام، ينقل التحية، ينقل الناموس لصالح بن بخيت بن طاسة العامري. تهانينا والناموس على هذا الفوز المستحق في صباح هذا اليوم لهنا لشعار صالح بن بخيت بن طاسة العامري مع ممدوح. المركز الثاني وصل، ثاني المراكز الباز مبارك بن محمد بن زايد الخيارين، ثالث المراكز الشامخ محمد بن عبيد بن غنام المزروعي، رابعا يصل غازي بخيت بن مبارك بن علي المنصوري، وخامسا في هذه اللحظة يصل للطام وعتيق بن محمد بن زيتون المهيري. هذه الأسماء الكبار وما حملت من قوة، ما حملت من إثارة في هذا الصباح الجميل. وممدوح أعلن الفوز، صالح بن بخيت بن طاسة العامري، تهانينا والناموس. هنا يصل في هذه اللحظة ممدوح، 10 دقائق 7 ثواني، جزئين من الثانية التوقيت الذي رافق ممدوح بشعار صالح بن بخيت بن طاسة العامري. المركز الثاني